بسم الله الرحمن الرحيم. في الفيديو ده هنتعرف مع بعض على الاكسبنسز. الاكسبنسز اللي هي النفقات، او زي ما قلنا في البداية المصاريف الغير مباشرة، الاندايركت كوست اللي انا عايز احملها على النشاط، وهي مش على شكل ريسورسز، مش على شكل موارد، لا دي فلوس اتدفعت تبع كاتيجوري معينة. طيب نبدأ بنفس النشاط اللي كنا بدأنا نحمل عليه الريسورسز، كان الـ RC Foundation، وكنا حطينا بعض الريسورسز بالشكل ده. هنروح على التاب بوتون اللي هو expenses، وهبدأ ان انا اقول add. قبل ما اقول add بس حابب ان احنا نعرف ان expenses دي عبارة عن categories، وممكن ان انا ازود فيها او اقلل منها او اعدل فيها. بدخل من admin واختار admin categories، واجي عند التاب بوتون اللي هو expense categories، بلاقي ان في categories موجودة بالفعل بصورة default، او ممكن ان انا اعمل add وازود category جديدة او اعمل delete وهكذا. طيب نبدأ ان احنا نحمل على النشاط expenses. هاجي هنا اقول له add، هيقول لي expense name هي ايه او expense item، فهقول له مثلا service، بعض الخدمات للأوفيس مثلا. expense category، ادي الكاتيجوريز اللي كانت موجودة من شوية، فهقول له ان هي administration حاجة ادارية، واليونيفورم اوفر اكتيفيتي ولا لا. عندنا ثلاث انواع من انواع التحميل، ان انا احملها على ستارت اوف اكتيفيتي يعني بتدفع في بدايه الاكتيفيتي في بدايه النشاط، او اند اوف اكتيفيتي يعني بتدفع في اخر يوم في النشاط، او يونيفورم اوفر اكتيفيتي بياخد التكاليف بتاعتها، يعني لو التكاليف بتاعتها مثلا 700 وهي 7 ايام بيحمل كل يوم 100، فانا هقول له يونيفورم اوفر اكتيفيتي. نقاد حاجة كمان، نزود حاجة كمان، مثلا هنقول له مثلا في عندنا ال RC Foundation، عندنا مثلا صيانة الهزاز vibrator، او ممكن نقول oil مثلا، والكاتيجوري بتاعتها اختار ان هي equipment، ويونيفورم خلينا ان هي تدفع في اخر يوم في النشاط end of activity باعتبار ان هو يوم الصب مثلا. طيب نيجي بقى للاسعار او للتكاليف نفسها. انا عندي المهم بالنسبة لي دلوقتي budget units والprice per unit والbudget cost. انا ممكن ادخل budget cost مباشرة، او ان انا اقسمه ليونتس وسعر اليونت كام. بمعنى ان انا ممكن اقول له ان انا هنا للسيرفيسز دي عبارة عن 20 يونت، واليونت كانت ب10، فهو هيحسب لي على طول 200. طيب لو انا الموضوع عندي لمصم خاصة في موضوع السيرفيسز دي، انا مش عارف هي كام، خلينا نرجع ده للصفر تاني وده للصفر. انا هاجي مباشرة واقول له انا عندي $150 او 150 ريال سيرفيسز، هو هيقوم جاي مفترض ان اليونتس واحد وسعر اليونت 150. نفس الحكايه الاويل هنا، ممكن يكون الاويل مثلا باللتر او بالجالون، اقول له مثلا ايه 3 يونتس ايا كان ايه هي اليونت يعني، واليونت وليكن مثلا واحد اقل طبعا، وهتبقى 3. بالنسبة لليونتس هي طبعا دلوقتي مكتوب واحد لمسم وتلاتة، تلاتة احنا عارفين اللي هي لتر، بس الكلام ده مش مثبت، انا عايز برضو ان انا ايه اثبته او ان انا ادونه يعني. فهاجي هنا كليك يمين واقول له customize expense columns، ممكن ان انا ازود موضوع اليونت unit of measure، ويخليها بعد البادجت يونت وقبل البرايس بير يونت. خلينا برضو نشيل الحاجات المتعلقة بالبروجريس، وهقول له اوكي، او هيظهر دلوقتي معايا اليونتس اوف ميجر، ادوس عليها وهكتب هنا مثلا لام سم، وهكتب هنا ليترز، يقول
هنا ممكن اكتب الفيندر لو انا عايز مثلا اكتب لو في الحاجه دي مورد بيوردها زي الزيت، اكتب مثلا ايه هنا وهكذا على حسب ايه اسم السبلاير نفسه يعني. لو حبيت ان انا اعمل ديليت لاي من الاكسبنسز بقف عليها واعمل ديليت. طيب عايزين برضو نبقى متابعين الاكتيفيتي بتاع الكوست بتاع الاكتيفيتي. لما بقف على الاكتيفيتي كده هو 14153. لو جيت مثلا خليت الاتنين دول صفار دلوقتي صفر وصفر بقت 14000 بس. نرجع دي 150 بقت 14150. نرجع دي واحد 14153. يبقى الكلام ده بيتسقط مباشرة على البادجت كوست او البادجت توتال كوست بتاع الاكتيفيتي.